يعني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عادل قدوم، مدير مكتب الإغاثة الإسلامية فرنسا في قطاع غزة. أتحدث إليكم هنا من مدينة غزة اليوم الخميس العاشر من جولاي 2014. قطاع غزة الآن يتعرض إلى هجوم كثيف وشديد، وهو أشد من الهجمات السابقة في سنة 2012. حياة الناس صعبة هنا، الناس يعني يتعرضوا إلى الموت بصورة عشوائية. لقد وصل عدد الذين سقطوا حتى هذه اللحظة أكثر من 85 شخص. حسب المعلومات الأولية أكثر من 400 طن من المتفجرات أسقطت حتى هذه اللحظة على قطاع غزة، أي خلال اليومين يعادل حوالي 200 طن من المتفجرات يوميا. في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان هم صائمون، ولكن حياتهم أصبحت صعبة مع هذا الهجوم، وهو أيضا يأتي ضمن الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات. رسالتنا لكم أولا أن تدعوا لسكان قطاع غزة بأن يفرج الله الكرب عنهم بأسرع وقت ممكن، وأيضا رسالتنا لكم ألا تنسوهم وأنتم تتناولون طعامكم سواء في المساء أو في الصباح في فترة السحور، أن تتذكروهم في الفترات التي يعني تعيشوها وفي هذا الأمن والسلام الذي تعيشونه، مقارنة لهم فهم يعيشوا في خوف ورعب. وفي ختام رسالتي هذه يعني أشكركم شكرا جزيلا على دعمكم المتواصل ومساهمتكم في مشاريع وبرامج الإغاثة الإسلامية التي شملت مساعدة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو الفقراء الذين ينقصهم الطعام أو المزارعين الذين فقدوا أرضهم ومساعدتهم في إعادة زراعتها، وأيضا الأيتام الذين يعني يتم مساعدتهم بشكل منتظم لتوفير الطعام والأكل والشراب والسكن والملابس لهم، وخاصة نحن مقدمون على عيد الفطر إن شاء الله، يعني نتأمل أن نقوم بمساعدتهم خلال هذه الأيام العصيبة وهذه الأيام الشديدة. شكرا لكم جميعا على مساعدتكم في الماضي وعلى دعائكم ومساعدتكم في الوقت الراهن، وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.